هنا فاهم فاضطريت اظبطه، بس اتمنى يكون مش باشا يعني. يعني هو لسه مدير عاجبه ان انت هتعمل زي عمرو دياب كل يوم لوك. يعني ده الفيجن بتاعتنا الفتره الجايه باذن الله كل يوم لوك. اول اغنيه تبقى اتنسيت، يعني حد يقول كده يعني انت عايز تفتكروني حبوا اتنسيت. والله هو توقيتها كان مناسب لان انا كان بقالي سنتين متغيب اعتزلت، وبعدين بعد ما رجعت يعني اتنسيت، لقيت ان انا فعلا اتنسيت، بس لا الحمد لله ما اتنسيتش. الدنيا جميله ما اتنسيتش الحمد لله. ثلاثة مسلم على الساحه مش كتير. والله مش عارف، ما عنديش معلومه يعني. انا يمكن لسه عامل حوار مع مسلم وقال ان هو كلمك بس انت ما ردتش غير اسمك. لا بصراحه ما كلمنيش، ما تمش التواصل معايا بكده بصراحه. لا بيعلي وخلاص. تقريبا ممكن. بص هو انا مالي في قصع برضه، فانا انت عارف انا بحب اوقع، قصدي بحب اعدي النفوس. قلت له انت مش قلقان لما انت تبقى اتنين مسلم ومثلا حد يطلبه او يطلبك بغلط؟ قال لي لا انا مش قلقان من مسلم لان اغنيته مش هتنفع تفرح، مش هتنفع تقلب الدنيا في فرح. عنده حق، عنده حق بصراحه، هو شغال مهرجانات فطبيعي هو دي حتته. بس في نفس الوقت احنا الحمد لله في مكان مختلف يعني. انت ممكن تعمل حاجات برضو تنزل بقى تخلص الدنيا وتعمل افراح وحاجات، ولا مش ده التارجت دلوقتي؟ والله بصراحه يعني ده انا عملته 2011 فاهم، كنت بنزل وقت 2011 كنت بنزل اغني في افراح شعبي فاهم. انا مش بقول ان ده حلو او وحش، بس عملته كتير. ف يعني شايف ان المهرجانات خدت كيرف ده وان خلاص ما عادش طالع؟ لا هو بصراحه ما يعني ما عنديش متسع من الوقت ان اقعد احلل الكيرف بتاع المهرجان فاهمني، لان انا اغلب الوقت مشغول بالشغل بتاعي نفسه. ف ما اعرفش الناس عموما هي اللي بتحب، هي اللي بتقرر بتسمع ايه. ان اغنيتك في الفيلم تنجح اكتر من الفيلم نفسه، شايف ده ازاي؟ مش شايف ان انا نجحت اكتر من الفيلم بصراحه يعني. الفيلم كان جميل اكيد حلو، الفيلم فيش فاهم يعني، فيلم عائلي تدخل تهزر تضحك فاهم. فلا الفيلم الحمد لله نجح الى حد ما، والاغنيه الحمد لله نجحت برضه الى حد ما. تمام. مسلم انت بتخطط لنفسك ايه الفتره اللي جايه؟ والله بصراحه ده سؤال صعب جدا، ان انا اصل هقول لك على حاجه، انا طول الوقت بمشي بنوت صغيره بكتب كل حاجه فاهم، لان انا بنسى كتير. فده سؤال صعب جدا بالنسبه لي، ممكن اجابته تبقى في نوته معينه. مش عارف انت مخطط ليه حاليا. لا هو فعليا في خطه، انا دايما ما بعرفش امشي من غير خطه، بس مش هتلاقيها موجوده هبقول لك.